نطالب كافة الجهات وكافة الفصائل بكف أيديها عن هؤلاء الذين يقومون بخدمة إنسانية أخلاقية هدفها المجتمع وخدمة الناس جميعا. نحن كإدارة مركز الأمل التخصصي في مدينة دارة عزة قمنا بوقف احتجاجية على خطف الممرضين والمسعفين في المشفى وفي المناطق المجاورة، وقمنا بتعليق العمل 3 أيام لأننا يعني نحتج على هذا العمل الذي لا تقوم به سوى العصابات، فهذا العمل يزعزع الاستقرار في المناطق المحررة ويجعل من يقوم بالخطف شركاء الأسد في القصف والدمار. تم توقف العمل بمركز الأمل دارة عزة بسبب خطف الأخ علي رشيد من 3 أيام والأخ إبراهيم رضوان والصدرين إبراهيم رضوان مقاربة أكثر من شهر، و يعني الأخ علي رشيد تم اختطافه من 3 أيام من هو جاي على دارة عزة، كان في قرية دانا وجب على دارة عزة، هو جاء على الطريق تم اختطافه. محمد الأمة لا إله إلا الله، يعني أن يساعدونا يا رب العالمين. أنا من المخطوف علي رشيد من أول بداية الثورة لهلق ابني ما ضر حدا، وبناشد كل الجهات المعنية أن تساعد ابني يا رب دخيلك.